بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم او مجموعه من التمارين الخاصه بماده الفاينانس اليمنت ماس. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين اللي عندنا تو سبرينج متثبته من جزء ومعرضه لفورس من الجزء الثاني. في الشكل عندك اثنين اليمنت فيها ثلاثه نود، وعندك كي واحد وكي اثنين والاف ثلاثه. قال لك ان الكي 1 بي 500 رطل على الانش و او الاي بي على الانش، والكي 2 نفس الكلام، والاف 3 عندي نود رقم 3 قيمتها ب 1000 اي بي. المطلوب نحسب بقى الاستال رقم 2 والاستال رقم 3، ونبدا نحسب الرياكشنات. أول حاجة في الموضوع بتاعنا ده بنبدأ نشوف كل نود كل إيليمنت، ونبدأ نكتب الستيفنس أو اللوكال ستيفنس بتاعته عبارة عن إيه. وبعدين نروح نجيب بقى الجلوبال ما بين الاتنين أو اللي هو التجميع بتاعته، فإحنا نكتب على طول الجلوبال بالأرقام. أول حاجة أنت عندك بالنسبة لك هتكون عبارة عن 500 وسالب 500، وهنا قيمتها بسالب 500، وهنا الجزء ده اللي هو عباره عن الكي 1 زائد الكي 2. بنشيل الكلام ده ونحط مكانه مين، اهو عباره عن قيمه ال 1000، وهنا هيكون عندك قيمتها بزيرو، وهنا عندك هنا بسالب 500، وعندك هنا بزيرو، وهنا سالب 500، وهنا ب 500. انا كده عملت الجلوبال ستيفنس. هروح تعال نحسب بقى على طول بقى القيم بتاعة الاستالة، فأقول له إن الـ F1 والـ F2 والـ F3، الكلام ده على أساس إن أنت عندك هنا 3 نود، بتساوي القيمة بتاعة الاستيفنس أو الجلوبال ستيفنس اللي هي بتاعة الكي، اللي هي عبارة عن 500 سالب 500 وصفر وسالب 500 وهنا 1000 وسالب 500 صفر وسالب 500 وهنا 500. الكلام ده مضروب في اليو 1 واليو 2 واليو 3. تعالى بقى نحط الباوندري كونديشن بالنسبه لنا. الباوندري كونديشن بالنسبه لنا هنا المكان ده الفيكس سبورت، هنا التثبيت، وهنا اللي عليه الفورس. يبقى اذا ان اليو 1 قيمتها بصفر، والفورس رقم 1 قيمتها بصفر، واليو الفورس 2 قيمتها بصفر. فرصة رقم 3 هو مديك المعطى بتاعها اللي عبارة عن ال 1000. يبقى إذا تقدر تطلع من الماتريكس اللي قدامك دي، تقدر تطلع معادلتين، والمعادلتين تقدر تطلع المجهول رقم اليو 2 واليو 3. طلع عندك اليو 2 واليو 3، اليو 2 ب 2 انش، واليو 3 طلع لك ب 4 انش. ده كده بالنسبة للست. تعال نجيب بقى قيم الرياكشنات، فاقول له هنا الاف 1 والاف 2 والاف 3، واحط الجلوبال ستيفنس اللي هي عباره عن 500 سالب 500 سالب 500 وهنا 1000 وهنا صفر، وهنا عندي صفر وسالب 500 وهنا سالب 500 و500. واحط بقى قيمه اليو، اعوض بقى القيمه اليو اللي انا لسه حاسبها. اليو عندي 1 كان صفر، اليو 2 ب2 واليو 3 ب4. اقدر اطلع من هنا قيمه ان الرياكشن، طبعا الرياكشن بالنسبه لي هو الرياكشن اللي بيحصل عند الجزء ده، فانا عايز اشوف قيمه الرياكشن اللي هنا. فقيمه الرياكشن هنا بالنسبه لي هتطلع لي ان قيمه الرياكشن تطلع لك بسالب 1000 رطل. يبقى احنا كده حسبنا اليو 2 واليو 3، وقدرنا نحسب قيمة الرياكشنات، وبكده يبقى احنا خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمرين بقى.